عشان نثبت الفاونديشن. وفي معلومة مهمة جدا، لو احنا دلوقتي هنقعد في الفرح مدة طويلة يا ريت نحط الباودر. ارفعي عينك، ارفعي عينك يا نوري. نحط الباودر بعد التنظيف والمرطب عشان ندي سماكة اكتر. لو احنا دلوقتي عندنا فاونديشن خفيف يا فاتن، انت كنت سألتيني سؤال ده قبل كده، اجيب انهي وانهي. فلو احنا دلوقتي مش ما عندناش الكريم الاساس اللي هو تقيل ينفع للسهرات، ممكن نستخدم الباوتر يعني فوق الخفيف، قصدك مش كده؟ لا، بعد المرطب نحط الباوتر، ويا ريت تبقى اللي هي البودره السايبه مش دي كومباكت. تمام، خلاص